طبعا نرحب فيكم في هذا الكونغرس اللي ننتظره من فترة طويلة. نحن قدمنا لاستضافة هذا الحدث في كوريا الجنوبية، ولله الحمد فازت دولة الإمارات باستضافة هذا الحدث العالمي المهم في مجال الأرشيف والوثائق. طبعا في هذه الفعالية نحن نتحدث في إطار الشعار الأساسي لهذا الكونغرس إثراء مجتمعات المعرفة، وهناك أيضا محاور فرعية من أهمها توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة، الإتاحة والذكريات، السلام والتسامح، وأيضا الاستدامة في الأرشفة والتوثيق. طبعا هناك العديد من الفعاليات المصاحبة بما فيها أيضا المعرض المصاحب اللي نتواجد فيه الآن. المعرض هذا يوفر آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا في مسألة توظيف التقنيات في معالجة البيانات، تحليل الوثائق وإتاحتها للمستفيدين والباحثين. هناك أيضا منتدى للشباب بإذن الله تعالى. هناك أيضا فعاليات كثيرة متعددة في البرنامج المتكامل لهذه الفعالية. قد يكون أيضا من أحد أهم الفعاليات المصاحبة الهاكاثون، هي فعالية مهمة جدا لتمكين الشباب للاستفادة من المواد الأرشيفية المحفوظة في الأرشيف والمكتبة الوطنية، والتفكير في تحويل التحديات التي تواجه مجال الأرشيف والوثائق إلى فرص وحلول ومبادرات مبتكرة تساعد في النهوض بهذا المجال على المستوى المحلي وعلى المستوى العالمي. من خلال هذه الفعالية سيقوم الطلبة الممثلين عن مختلف المؤسسات التعليمية، جامعات ومدارس، بالتحدي فيما بينهم في استخدام وتوظيف هذه المادة العلمية بهذه المشاريع. وبعد 3 أيام إن شاء الله سيتم الإعلان عن الفائزين في هذه المبادرة المهمة التي ستمكن أيضا المجتمعات للاستفادة من حماس الشباب في هذا المجال. موضوع الاستدامة موضوع مهم جدا جدا جدا، وله أبعاد مختلفة. الاستدامة لها أبعاد. البعد الأول قد يكون المحافظة على المواد الأرشيفية في ظل المهددات التي قد تؤثر على الحفاظ على الوثائق الأرشيفية، وأيضا البعد الآخر هي كيف للوثائق أن تكون داعمة لهذا الفكر، في فكر الاستدامة والبيئة الخضراء التي تسعى لها الحكومات للتقليل من المخاطر والمهددات التي تهدد مستقبل الأرض وكوكب الأرض بشكل خاص. أيضا هناك كلمة رئيسة ستكون في اليوم الأخير من هذا الحدث المهم، وهي الفعالية التي ستربط وستمد الجسور إلى فعاليات أخرى في مجال أيضا الاستدامة. ستتحدث الشيخة شمة بن سلطان بن خليفة آل نهيان عن هذا المحور بشكل مفصل. نحن متحمسين لاستماع الكلمة المهمة التي ستبين تطلعات حكومة دولة الإمارات وتركيزها على هذا المحور المهم لضمان الاستدامة بشكل عام.